معيب للفريقين في هذا اللقاء. بعد 120 دقيقة لم تحسم الأمور، لا سنتجه لعلامة الجزاء لمعرفة من يحسم هذا اللقاء الصعب. تسديدة قوية وجميلة. ماتيس كونها يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. تصدي رائع ولك الأحلام من حارس كبير. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. جول وتقدم بهدفين الآن. ثاني اللاعبين المسددين. يلعبها في الجانب الأيمن. فرصة التقدم بفارق هدفين. الله على اللقطة على تألق حارس المرمى. ثالث منفذي الركلات. أرسل الحارس إلى الاتجاه الأخر. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. رابع لاعب ينفذ الركلة. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. خامس لاعب من اجل تنفيذ الركلة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية اخرى وركلة رائعة. انهت هذه الركلة المباراة وها هي اللحظة المنتظرة. الحصول على مجد جديد والفوز بهذه الكأس الغالية. الأبطال يحققون الكأس اليوم. هذه بطولتهم بعد أن قدموا كرتهم ومتعتهم. هيا لنحتفل معهم. Please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner.